مرحبا بكم الناس لكل بالحق معناها كيبدا خبر كيما هكا مفرح لتونس يلزم نحكيو عليه يعني بكل ثقة لأول مرة في تاريخ المؤسسة التربوية بتونس وبإذن من وزارة التربية تم رفع العلمين التونسي والفلسطيني في ساحات كل المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية كذلك صباح اليوم كما قلنا. وهذه عينة من الصور كما قاعدين نشاهدوا لهنا يعني العلم التونسي والفلسطيني ترفعوا الزوز أما بعضهم في جميع المدارس والإعداديات الثانوية. بكل صراحة خبر ممتاز جدا وتحيا فلسطين حرة.